مراسل قناة النادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا على المجهود المبذول أنت وكل زمايلك الموجودين في تونس، لأن الطبيعي إحنا بقى بنظهر على الشاشة، ولكن في فريق عمل محترم موجود بيشوف شغله عشان نقدم لحضراتكم خدمة 5 نجوم أو 7 نجوم لكل جماهيرنا العظيمة. ودعائكم جماهير الأهلي بتنتفض في وقت الصعب وكلها بتقول يا رب، وربنا بيستجيب زي ما شفنا في الكونفدراليه. فان شاء الله بدعاء كل الاهلاويه، بالدوافع اللي اتخلق اللاعبين اللي انا قلت عنها من شويه، اللعيبه كلها رجاله، اللي يلعب قد المسؤوليه ان شاء الله، وان شاء الله كمان مره ثانيه يسعدونا ويسعدوا كل الاهلاويه. عايز اتكلم عن الجماهير ومباراه العوده، لان في اخبار كتير جدا والجماهير عاوزه تعرف هل حضور جماهيري 15 20 كل ده هنعرفه، لكن خلونا نشوف الاول تقرير عن حكم المباراه، السي في بتاعه، شخصيته، كل الكلام ده. نروح نشوف تقرير عن حكم المباراه ونرجع نكلم حضراتكم في قصه الجمهور وعددهم هيبقوا قد ايه. الجابوني اريك اوتوجو كاستان حكم مباراه الاهلي والنجم الساحلي المقرر اقامتها يوم الاحد المقبل على ملعب سوسا في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. هو من مواليد 13 إبريل 1976، كان له تاريخ ليس بالطويل، فقد أصبح حكما دوليا منذ يناير 2011، ثم أصبح واحد من حكام النخبة الأفريقية في نوفمبر من نفس العام، كما أصبح من ضمن الحكام الأفريقيين المرشحين بقوة للتحكيم في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018. يمتاز الحكم الجابوني صاحب 40 عاما بالشخصية القوية، وفي بعض الأحيان يتسم بالعصبية، ويظهر ذلك على وجهه صاحب القسمات الحادة بالرغم من خفة الظل التي يتميز بها خارج المستطيل الأخضر، كما يميل إلى إشهار البطاقات الصفراء بكثرة، حيث أشهر إلى الآن في مجموع مبارياته 190 بطاقة صفراء وأربع بطاقات حمراء. لا يحتسب ضربات الجزاء بسهولة، حيث وصل عدد ركلات الترجيح التي احتسبها إلى الآن 19 ركلة فقط. أدار الحكم الجابوني 4 مباريات للنادي الأهلي، فاز المارد الأحمر في 3 لقاءات وخسر مرة واحدة، حيث كانت البداية في عام 2013 في المباراة التي جمعت الأهلي مع توسكر الكيني في إياب دور 32 في دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين. ثم كانت المباراة الثانية في عام 2014 في الكونفدرالية الأفريقية بين الأهلي والدفاع المغربي، وفاز الأهلي وقتها بهدف نظيف. أما المباراة الثالثة فهي المباراة الوحيدة التي خسر فيها الأهلي تحت قيادة الحكم الجابوني، والتي كانت أمام سيوي سبورت الإيفواري في نهائي الكونفدرالية عام 2014، وخسر حينها الأهلي بهدفين مقابل هدف، التي أقيمت في ساحل العاج قبل أن يتوج الأهلي باللقب في القاهرة بهدف قاتل لعماد متعب. وفي المباراة الرابعة والأخيرة جمعت الأهلي مع المغرب التطواني المغربي في دوري أبطال أفريقيا عام 2015، فاز الأهلي بهدف دون رد. ده كان تقرير عن حكم المباراة، وزي ما قلت لحضراتكم مش هنقف عند ده كتير، لان الاداء اللي فيه رجوله وفيه جدعنه بلغه رجل الشارع البسيط ما بيخلكش تفكر في الكلام ده. نعمل اللي علينا احنا وملناش دعوه بالحكم، عنده سي في محترم والحكم اكيد عاوز ينجح، واحنا بنقول في اخطاء بشريه، ولما بيبقى في حاجه فيها زياده كلنا شايفين وكلنا عارفين، ما بتحتاجش لخبير تحكيم. كمان من ضمن الحاجات اللي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم عشان الكل يبقى عارف، دايما حضراتكم بتسالوا الاستاد، الماتش في استاد القاهره ولا في برج العرب؟ ناس كتير كاتبه الاحتمال يبقى في استاد القاهره واللغط اللي بيحصل قبلها بكتير، كمان بيتقال مش عارف حضور جماهيري قد ايه. كل ده خلونا نعرفه من سياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. سياده اللواء برحب بحضرتك.